بالبداية طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولاهتمامكم وبمتابعتكم لافتتاح هذه الأكاديمية اللي تحمل اسم المرحوم النجم الكبير أحمد راضي أبو هيا، والكابتن الكبير ناظم شاكر، والكابتن الكبير علي هادي. حقيقة هذه اليوم يعني التفاتة مميزة باسم يعني هذه الأكاديمية على ملعب الكرد الأفيلية. بكل تأكيد يعني هاي اليوم ذكرى لهذه الأجيال، أولا بافتتاح هذه البطولة، وثانيا بذكرى واستذكار نجومنا المميزين. وإن شاء الله احنا نتمنى للأخوة اللي قائمين على هذا الحفل كل الموفقية والنجاح والازدهار والعمل أكثر بعد بفتح مثلا الأكاديميات لكي تتذكر هذه الأجيال، وإن شاء الله هي هذه الوجوه والنجوم إن شاء الله هي هاي زهرة ومستقبل العراق للرياضة العراقية والرفد بهم إلى المنتخبات الوطنية. وهذا خير دليل اليوم على يعني حضور كثير من النجوم الرياضيين اللي يشرفون على الأكاديمية واللي متواجدين هو بدعم رياضي لكل أبناء وشبابنا اللي هم جيل المستقبل إن شاء الله. شكرا جزيلا.